الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، سيكون الحديث في هذا الدرس عن أحكام زكاة الفطر. وزكاة الفطر عبادة شرعها الله عز وجل في ختام هذا الشهر، والحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وجبر لما قد يكون للصائم من اللغو والرفث، وشكر لنعمة الله عز وجل على إكمال الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال. فهي أولاً طهرة للصائم من اللغو والرفث، وذلك أن الصائم قد يعتري صومه ما يعتريه من اللغو والنقص والرفث ونحو ذلك، فزكاة الفطر جبر لهذا الخلل الذي قد يقع من الصائم. وكذلك أيضا من حكم مشروعيتها أنها طعمة للفقراء والمساكين، كي يستغنوا عن السؤال يوم العيد ويشارك الأغنياء فرحتهم بالعيد، فيكون العيد عيدا للجميع. ولذلك جاء في بعض الروايات أغنوهم عن السؤال. وأيضا من حكم مشروعية زكاة الفطر أنها شكر لنعمة الله عز وجل على العبد، حيث بلغه شهر رمضان ووفقه للصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. وزكاة الفطر تجب على كل من ملك فاضلاً، أي زائداً عن قوت يوم العيد وليلته. أما من لا يملك قوت يوم العيد وليلته فلا تجب عليه زكاة الفطر. وأكثر الناس يملكون قوت يوم العيد ويملكون قوت ليلة العيد، وعلى ذلك فزكاة الفطر تجب على أكثر المسلمين، بل إنها قد تجب على الفقير نفسه أو المسكين. فالمسكين يملك قوت يوم العيد وليلته، لكنه لا يجد ما يكفيه، ولذلك فقد يستلم الإنسان زكاة الفقر، وقد يستلم المسلم زكاة الفطر لكونه فقيرا أو مسكينا، ويجب عليه أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر، فيمكن أن يكون آخذاً وباذلاً لزكاة الفطر، هذا غير ممتنع. وعلى هذا أيها الإخوة نقول إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة يملك فاضلاً عن قوت يوم العيد وليلته، وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع. وهل تجب زكاة، هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الحمل الذي في البطن؟ يستحب ذلك ولا يجب، بشرط أن يكون عمر الحمل 4 أشهر فأكثر. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرجها عن الحمل، فإخراجها عن الحمل مستحب إذا كان عمر الحمل أكثر من 4 أشهر. أما إذا كان أقل من 4 أشهر فلا تخرج عنه زكاة الفطر، وذلك لأنه ليس بإنسان أصلا، وإنما لا زال نطفة أو علقة أو مضغة، والإنسان مكون من جسد وروح. فإذا كان دون 4 أشهر لم تنفخ فيه الروح بعد وليس بإنسان. والذي يخرج زكاة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وغيرهم. فعلى هذا الزوج مطالب بإخراج زكاة الفطر عن زوجته، والأب مطالب بإخراج زكاة الفطر عن أولاده، إلا إذا كان أولاده أغنياء مقتدرين فيخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم. وزكاة الفطر
تكون من غالب قوت البلد مما يقتاته الناس، أي مما يأكله الناس قوتاً ويعتبرونه وجبة رئيسة. وقد كان غالب قوت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، كان هذا هو غالب القوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأصناف الخمسة. ولكن تغيرت أحوال الناس مع تغير الأزمنة، فاختلف قوت الناس باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان. فمثلا غالب قوت الناس هنا في مكة وفي الدول القريبة هنا هو الأرز، وهو طعام طيب ويعتبر قوتا، فهو من أفضل ما يخرج في زكاة الفطر. وقد يكون عند بعض الناس في بعض دول العالم الإسلامي غالب القوت عندهم البر، فيخرج تخرج الفطرة من البر. ولا أدري، ممكن نسمع منكم أيها الإخوة، هل هناك يعني غالب قوت البلد في بلدان العالم الإسلامي غير ما ذكر؟ نعم، الأرز والبر، الذرة، الدقيق من البر، يعتبر من البر، لكن الذرة أيضا تخرج في بعض بلدان العالم الإسلامي. هي عندكم قوت البلد؟ نعم، فتخرج من الذرة. إذن القاعدة في هذا أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت أهل البلد، تخرج طعاما. لكن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوتا وطعاما، وفي وقتنا الحاضر أصبح ليس قوتا، مثل الشعير. الشعير كان قوتا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما في وقتنا الحاضر في كثير من بلدان المسلمين أصبح ليس قوتا للآدميين، وإنما أصبح علفا للبهائم، فهذا لا يخرج في زكاة الفطر. فإن قال قائل أليس منصوصا عليه؟ الجواب لم ينص عليه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج زكاة الفطر طعاما. قال الراوي وكان طعامنا يومئذ التمر والبر والشعير والأقط والزبيب. هذا هو الطعام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في البلدان التي أصبح الشعير فيها علفا للبهائم، لو أنك أعطيت الفقير شعيرا زكاة الفطر لم يقبل، وربما ظن أنك تحتقره أو تسخر به. فتراعى هذه المعاني، بارك الله فيكم. وينبغي أن يحرص المسلم على الطيب ويختار الأجود. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث الرديء، لا تقصدوا الرديء، تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أنكم كنتم الآخذون ولستم الباذلون لم تقبلوا هذا الشيء إلا على سبيل الإغماض والمجاملة. فينبغي أن يتحرى المسلم إخراج الطيب، والواجب هو الوسط، وإخراج الأطيب مستحب، وأما الرديء فلا يجوز إخراجه. وأما مقدار الفطرة فهي صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صاع عن الفرد، والصاع مكيل. وعلى ذلك فتخرج صاعا، لكن الذي عليه عمل الناس اليوم هو أنهم يخرجونها وزنا ولا يخرجونها صاعا. أصبح معظم تعاملات الناس اليوم بناء على الوزن وليس على الكيل،
والصاع مكيل، ولهذا نحتاج إلى أن نحول الصاع إلى وزن لكي نعرف تقديره بالتقديرات المعاصرة حتى نخاطب الناس بما يعرفون. والصاع إذا أخذناه من الأرز يعادل بالكيلو جرامات كيلوين وربع تقريبا، ومن العلماء المعاصرين من قال قد يصل إلى كيلوين ونصف، وأكثر ما قيل 3 كيلو جرامات، فهو ما بين كيلوين وربع إلى 3 كيلو جرامات. فإن أخرجته 3 كيلو جرامات كان هذا هو الأحوط، ولكن من حيث الحكم الذي يظهر أن كيلوين وربع كافية، لكن لو احتدت وأخرجته 3 كيلو جرامات كان هذا أبرأ للذمة وأحوط. ويبدأ وقت إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وعلى ذلك إذا كان الشهر تاماً 30 يوماً فقبل العيد بيومين متى يبتدئ الوقت؟ يبتدئ من غروب شمس اليوم 28، لأنك تحسب بعد 28 يوماً 24 ساعة، ثم يوماً آخر فتكون ليلة العيد. لكن إذا كان الشهر ناقصاً 29 يوماً فتكون البداية من غروب شمس اليوم 27، وحيث إن الشهر متردد قد يكون ناقصاً وقد يكون تاماً فينبغي أن يحتاط، فلا تخرج الفطرة إلا بعد غروب شمس اليوم 28، خاصة في هذا العام 1445 نظراً لوجود كسوف للشمس في آخر الشهر، فمتوقع أن يكمل المسلمون رمضان 30 يوماً لأنه يتعذر رؤية الهلال مع وجود هذا الكسوف كما قرر ذلك بعض أهل العلم. فالمتوقع هو أكمال الشهر 30 يوماً، وعلى ذلك فينبغي أن لا تخرج الفطرة قبل غروب شمس يوم غد 28. إذن يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس اليوم 28 ويمتد إلى صلاة العيد، كل هذا وقت لإخراج زكاة الفطر، ولا بأس بالتوكيل ولو قبل هذا الوقت. فإن وردت إلينا أسئلة أن بعض الناس وكلوا من يخرج عنهم زكاة الفطر من أفراد أو جمعيات في أول رمضان، بل ربما بعضهم وكل من قبل رمضان، لا بأس بهذا، لأن الوكيل لن يخرج زكاة الفطر إلا بعد غروب شمس اليوم 28، فالوكالة التي تسبق لا تضر. فلو أنك مثلا في بداية رمضان قلت لأخ لك أو قريب وكلتك في أن تخرج عني زكاة الفطر في آخر الشهر، لا بأس بذلك، المهم أن زكاة الفطر لا تخرج إلا في وقتها الشرعي وهو قبل العيد بيومين، والأفضل أن تخرج ليلة العيد. والفقهاء السابقون كانوا يقولون الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، لما كانت أمور الناس ميسورة وأعدادهم قليلة، لكن في وقتنا الحاضر يصعب تطبيق ذلك، يصعب تطبيق ذلك خاصة في المدن الكبيرة، ولذلك ينبغي الاحتياط. فلو أنك احتطت وأخرجتها قبل ذلك لكان هذا أحوط وأبرأ للذمة. وزكاة الفطر تدفع للفقراء والمساكين، ويكفي غلبة الظن في هذا، وكان ابن عمر يعطي زكاة الفطر من يقبلها، فمن لم يظهر عليه غنى وقبلها لا بأس أن تعطيها إياه، ولا بأس أن تدفع زكاة الفطر، لا بأس أن يدفع الصاع من زكاة الفطر لأكثر من فقير، يعني تعطي مثلا هذا نصف صاع وهذا نصف صاع لا بأس، ولا بأس أن تعطي عددا من الفطر لمسكين واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج ولم يقدر عدد من يعطى زكاة الفطر. وعلى هذا فالأمر واسع، فلو وجدت فقيرا وأعطيته مثلا 5 آصع من الأرز لا بأس،
أو وجدت مثلاً فقراء وأعطيت كل واحد نصف صاع لا بأس، فالأمر في هذا واسع. وعلى المسلم أن يخرج زكاة الفطر طيبة بها نفسه ولا يتبعها بمنة ولا أذى، فإنها صاع واحد في العام، فعليه أن يجتهد في تطبيق السنة وأن يخرجها طيبة بها نفسه. هل تخرج زكاة الفطر طعاماً أو يجوز إخراجها نقداً؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فجماهير الفقهاء على أنها تخرج طعاماً ولا يجوز إخراجها نقداً، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة والتابعين. وذهب الحنفية إلى جواز إخراجها نقداً، انفرد الحنفية بذلك، والقول الراجح وما عليه جماهير أهل العلم من أنها تخرج طعاماً ولا تخرج نقداً، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإخراجها طعاماً، مع أن الإرادة الذي يولده بعض الناس وهو أن إخراجها نقداً أنفع للفقير أيضاً وارد حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون بالدنانير والدراهم، فلماذا لم يفرضها النبي عليه الصلاة والسلام بالدنانير أو الدراهم وتكون أنفع للفقراء؟ فعلى هذا نقول إن السنة أن تخرج زكاة الفطر طعاماً وليس نقداً، ثم إن إخراجها طعاماً تبرز به هذه الشعيرة وتظهر في المجتمع ويراها الناس كلهم، يراها الصغير والكبير ويصبح مظهراً وشعيرة بارزة في المجتمع، بينما لو أخرجت نقداً لكانت من جنس زكاة المال ولم تظهر هذه الشعيرة ولم تبرز في المجتمع. فينبغي أيها الإخوة الحرص على تطبيق السنة، إذا أخرجتها طعاماً برئت ذمتك عند جميع العلماء، بينما إذا أخرجتها نقداً فعند جماهير أهل العلم أن هذا لا يجزئ ولا تبرأ ذمتك. زكاة الفطر متعلقة بالبدن، الأصل أن المسلم يخرجها في المكان الذي غربت عليه الشمس ليلة العيد، هذا هو الأصل، ولكن إذا وجد مصلحة أو حاجة لإخراجها في بلد آخر فلا بأس، كأن يكون للمسلم فقراء يرى أن الفقراء في بلده أنهم أشد فقراً وأكثر حاجة، فلا بأس أن يوكل من يشتري طعاماً ويعطيهم زكاة الفطر، أو يكون هناك مصلحة كأن يكون له أقارب وأرحام مستحقون لزكاة الفطر فلا بأس بأن تخرج في ذلك البلد. مثال ذلك رجل أتى هنا إلى مكة وقرر البقاء هنا إلى آخر رمضان، وستغرب عليه الشمس ليلة العيد، ستغرب عليه الشمس في آخر يوم من رمضان ليلة العيد وهو في مكة، فلا بأس أن يوكل من يخرج عنه زكاة الفطر في بلده، لكن يوكله أن يشتري طعاماً ويوزعه على الفقراء والمساكين، إلا إذا كان من كان في بلده أحوالهم كأحوال الموجودين في مكة فهنا إخراجها في مكة أفضل، لكن لو كانت أحوال الفقراء هناك أشد فقراً وحاجة من الفقراء هنا فلا بأس أن يوكل من يخرج عنه زكاة الفطر في بلده. وأنبه هنا إلى أن من يوكل وكيلاً في إخراج زكاة الفطر عنه عليه أن يتأكد من أنه أخرجها بالفعل، لأنه تردنا أسئلة واستفتاءات عن أناس وكلوا من يخرج عنهم زكاة الفطر فنسي الوكيل، وهذا يعني يرد في الاستفتاءات كثيرا، ولهذا فعل من وكل وكيلا أن يتابع وأن يتأكد من أن الوكيل أخرج زكاة الفطر حتى لا يقع النسيان في ذلك. ويمتد وقت زكاة الفطر إلى صلاة العيد، فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة،
ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فأخرجوها بارك الله فيكم طيبة بها نفوسكم، طيبة بها نفوسكم، واستحضروا الأجر والثواب عند إخراجها، فإنها عبادة والمسلم مأجور على إخراجها. ومما يشرع في آخر هذا الشهر ما ذكره ربنا عز وجل في قوله: ولتكملوا العدة، أي عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع التكبير، والتكبير يبدأ من ليلة العيد، من غروب الشمس ليلة العيد، فإن كان الشهر ناقصاً فمن حين إعلان العيد، وإن كان الشهر تاماً فمن غروب شمس يوم 30 من رمضان يبدأ وقت التكبير ويستمر إلى صلاة العيد. والتكبير ليلة عيد الفطر متأكد، لأن الله ذكره في القرآن، ولذلك فإن التكبير في عيد الفطر آكد منه في التكبير في عيد الأضحى، لأن التكبير في عيد الفطر منصوص عليه في القرآن في قول الله تعالى: ولتكبروا الله، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفة التكبير أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو تثلث التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير عبادة، فعلى المسلم أن يستشعر هذه العبادة ويستشعر المعاني التي دلت عليها هذه الكلمة الله أكبر. ولذلك فالتكبير يكون فردياً ولا يكون جماعياً بصوت واحد، وما يفعله بعض الناس من أنهم يكبرون تكبيراً جماعياً بصوت واحد، هذا يخرجه عن كونها عبادة إلى كأنها أنشودة، كأنها أنشودة أو ترانيم يرددونها. ولذلك نقول: التكبير الجماعي بصوت واحد لا أصل له، لكن كل مسلم يكبر ويتقرب إلى الله عز وجل بعبادة التكبير. ومما يشرع كذلك في ختام هذا الشهر صلاة العيد، وهي متأكدة وهي فرض كفاية، وبعض أهل العلم يعتبرها فرض عين، فعلى المسلم أن يحرص عليها وأن يلبس أحسن ملابسه ويأخذ زينته عند الذهاب لصلاة العيد. ولنعتبر أيها المسلم ونحن في ختام هذا الشهر، لنعتبر بسرعة مرور أيام وليالي رمضان على سرعة تصرم العمر. كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان ويهنئ بعضنا بعضا بقدومه، وها نحن الآن في ختام الشهر، فينبغي نعتبر المسلم بسرعة مرور الليالي والأيام على سرعة تصرم العمر، وأن يغتنم ما تبقى من عمره، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، ولنتخذ من هذا المكان الطاهر في أقدس بقعة وأطهر بقعة على وجه الأرض في المسجد الحرام وفي هذه الليالي المباركة فرصة للتوبة إلى الله عز وجل، للتوبة النصوح والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن تغفر لهم في هذا الشهر، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن يوفق ويوافق ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لليلة القدر، واجعلنا ممن يفوز بجزيل الثواب وعظيم الأجر. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة على طاعتك ومرضاتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار، نسألك اللهم الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار،
نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.